مستشفى قوة دفاع البحرين صرح طبي رائد شاهد على إنجازات قوة دفاع البحرين في مجال الخدمات الطبية منذ افتتاحه في سبعينيات القرن الماضي. حقق مستشفى قوة دفاع البحرين السبق في تدشين أول صيدلية آلية ذكية في الشرق الأوسط، وذلك في سبيل تحسين جودة الخدمات ورعاية المرضى. ويمكن لهذه الصيدلية الآلية احتواء أكثر من 55,000 دواء، بما فيها الأدوية التي تحتاج للتبريد لتخزينها، ويقلل استخدام هذه التقنية من احتمالية وقوع الصيدلاني في أخطاء عند عد الأدوية واحتساب كمياتها، مما يوفر له وقتا أكبر للتركيز على تقديم المشورة للمريض وخدمته بشكل أفضل. ويعمل الجهاز بوجود 6 أذرع آلية تقوم بتحسين سرعة ترتيب وتصنيف الأدوية، مما يقلل من وقت انتظار المرضى لاستلام الأدوية المخصصة لهم، ويضمن عدم إعطاء المريض عن طريق الخطأ دواء مختلف عما وصفه له الطبيب، حيث يتميز الجهاز بقراءة آلية دقيقة لمحتويات الوصفة الطبية، كما يحتفظ هذا الجهاز بسجل خاص بكل مريض يشتمل على معلومات عن الأدوية التي وصفت له مسبقاً لإمكانية الرجوع إليه في حالات الضرورة. وتمتد خدمة صرف الأدوية للمرضى الداخليين، حيث تم تزويد أجنحة المستشفى العسكري بأجهزة صرف الأدوية للمرضى إلكترونياً تعمل بنظام آمن ودقيق، حيث تقوم الممرضة المختصة بصرف الدواء للمريض باستخدام نظام البصمة للجهاز، وهذا النظام يجعل نسبة الخطأ في صرف الأدوية إلى الصفر مئوياً، وخاصة الأدوية المخدرة. يهتم مستشفى قوة دفاع البحرين بالمرأة وصحتها، حيث انفرد في عام 2016 بتوفير أكثر نظام إشعاعي متطور في المملكة، سينوغرافي إسنشال ديجيتال ميموغرافي، إذ يعمل هذا النظام على توفير صور إشعاعية ذات جودة عالية بهدف تحسين الكشف عن الأمراض بشكل جذري وفعال من خلال توفير أكثر الأدوات والتقنيات الطبية تطوراً لمساعدة الطاقم الطبي في الكشف المبكر عن حالات سرطان الثدي. وحرصاً من مستشفى قوة دفاع البحرين لتحقيق أعلى درجات التميز في المجال الطبي والوصول لأعلى درجات الكفاءة في هذا المجال، يسعى المستشفى للمحافظة على البيئة وتحقيق أعلى درجات السلامة من خلال التخلص من المواد الضارة، وذلك من خلال تخصيص منطقة معينة للنفايات الطبية يعمل عليها مجموعة من العمال المتخصصين بلباس خاص يقيهم من التعرض للضرر أثناء التخلص من النفايات الطبية. فمن خلال آلات متخصصة تقوم بتقليل حجم النفايات بنسبة 80%، يتم التخلص من نفايات الأدوية بطرق بديلة عن الحرق كالتمزيق والتعريض للحرارة المباشرة والضغط العالي دون إضافة مواد كيميائية للتخلص من احتمالية تواجد أي نوع من أنواع البكتيريا الضارة في النفايات الطبية. يكرس مستشفى قوة دفاع البحرين من خلال الخدمات الطبية التي يقدمها اهتمامه بالمحافظة على مجتمع صحي، حيث حصل المستشفى العسكري مؤخراً على الاعتماد الدولي كأول مركز في الشرق الأوسط متخصص لجراحة السمنة وجراحة السكر، وذلك من خلال حصوله على شهادة الاعتماد للمجلس الأمريكي لمراجعة العمليات الجراحية ومجلس الاعتماد الأوروبي لجراحة السمنة وجراحة السكر. وقد أدخل هذا التقنية من العمليات الجراحية اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، واشتملت آنذاك على عمليات ربط المعدة، ثم تطورت هذه العمليات
مع التطور الحاصل في مثل هذه الحالات. يقوم المركز بعلاج أمراض السكري والضغط والسمنة وارتفاع الكوليسترول في الدم وعلاج مشاكل التنفس أثناء النوم عن طريق إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بمعدل الشفاء يكون ما بين 75% بعد مرور 6 أشهر على العملية، ويصل إلى 85% بعد مرور حوالي 2 سنين من العملية. تساعد هذه العمليات في تحسين الأسلوب المعيشي الصحي للأفراد، كما تقلل من تكاليف الرعاية الصحية لهم، حيث يتكفل فريق طبي خاص بالاهتمام بالمريض بعد العملية وبالحمية الغذائية الخاصة به، كما يقوم بتوفير نصائح طبية تحسن من الحالة النفسية للمريض وغيرها من الخدمات الطبية المتميزة. بهذه الخدمات الطبية المتميزة والتقنيات الطبية المتطورة التي يقدمها مستشفى قوة دفاع البحرين للمواطنين والمقيمين، حقق إضافات جديدة ساهمت في إثراء سجل مملكة البحرين الطبي على المستوى الإقليمي.